أتمنى صراحة مشاركة أكثر عدد من الناس مثل المشاركات اللي تكون في أوروبا، وهي هذه طبعا نفسهم بس على مستوى صغير، لأن أنا شاركت بأوروبا وأشوف العدد كبير 5000 متشارك أو 6000، فأتمنى إن شاء الله، وهذا راح يصير إن شاء الله في المستقبل، الناس تتثقف يعني رياضيا أكثر. خطوة بدأتها إدارة سوق شرق على أمل أن تحذو حذوها بقية المجمعات التجارية لتسود ثقافة أسواق جديدة لا تقتصر على البعد الاقتصادي.